على فين؟ داخله معاكي الاجتماع. بكرشك ده؟ ده مش كرش، ده انا حامل. ايه؟ حامل؟ عادي، اهلي عارفين، ما انا متجوزه. وكمان متجوزه؟ ده كان يوم يا سفله. يا واطيه يا واطيه يا واطيه، فخور قوي انك حامل. طب الكرش بيروح، لكن الحمل بيقعد شهرين ويستوي وتتحفينا بقى بعيال. شايفه شكلك بقى عامل ازاي؟ ايه البقليله دي؟ مالي يعني؟ مناخيري فشرت وداني تنقرت. ده انا بس ديتها اولد وهتلاقيني مززه المززللي. قصدك تفقسي؟ انت بتحلمي وريني ايه؟ فريده افقدي الامل. انا فاقده من زمان. اتشأمي، متشائمه، اكتئبي، عندي اكتئاب. انت من النهارده مش انت. امال انا مين؟ انت واحده تانية. شغاله للبيبي. أيوة. وشغاله لابو البيبي. من عن ابو البيبي. وشغاله لشغلت البيبي. ربنا يفرمها وياخدني عشان ترتاحي. ايه ده؟ ده ابني علي بيعشق البوزو، وعلى طول تلاقيه نايم على بوزو. وده بقى هيدخل الاجتماع؟ ما اعمل ايه بس؟ ده يترزع هنا. ماشي. الحمد لله وصلت على خير. أهم مسؤول تسويق إعلاني عندي في الشركة، الآنسة نادي الحلوان. على فكرة ممكن الشركة ما يوافقوش، أنت الأوفر بتاعكم عالي عالي قوي. أرجوك يا أبو سيدك الحين العميل هيطير. 10%؟ ده ابتزاز خالص. وده عميل مروح مالص. اوكي يا بنت الحلواني، جو هيد. اوكي يا كوتش. اسمع يا استاذ عسل. عسل ايه؟ اسمه حسن. حسن؟ طب ما تقول حسنين وخلاص. اسمع يا استاذ حسنين. صفقة ضاعت يا كوتش. الو؟ أستاذ علي، إزيك يا أستاذ علي؟ 3 مليون؟ واو، بس أنا طالبة أكتر من كده. أستاذ علي، لو حضرتك هتتأخر إحنا قاعدين مع أستاذ حسن وهنضطر إن إحنا نديله الحملة. إيه؟ بتقول كام؟ 4 مليون؟ في التليفون 4 مليون، أو في الحقيقة بقى لو جه هيبقى كام؟ 5؟ 5؟ مش ممكن مش ممكن. شركة أستاذ علي عرض 4 مليون وخلاص هتاخد الحملة. يعني إيه؟ يعني خلاص نتقابل في صفقة تانية. إيه ده إيه ده؟ إيه التصرفات دي؟ كل ده عشان طلبنا مهلة؟ لعند أمك. أفندم؟ شيل كمك يا أستاذ عماد، معقول حضرتك يعني هقول لك عند أمك وحضرتك هتدفع معانا 5 مليون جنيه؟ يعني ده مش لوجيك حضرتك. مش اقعد يا حسن، اقعد حاجة. إحنا هناخد الصفقة وندفع 500,000 جنيه زيادة. مليون 750. أوكي موافقين. هنفكر. هنفكر. 900. 850 ومش هدفع جنيه زيادة. اوكي دان دان. على فكرة انت كل مرة بتخسرني كل اصحابي. فاكر المرة اللي فاتت خسرتني سامي؟ فاكره؟ مامولة استاذ علي. فلوس؟ ده انا هاكله بوزو لحد ما يبقى كلبوزو. كلبوزو؟ كلبوزو. ايه يا خلودة؟ الورد؟ دي اهو. والخاتم تحفة.
واو. غدا عندي مشكلة رهيبة الدور. في واحدة صاحبتي في الشغل اتهفت في نفوخة وعايزة تتجوز، فقلت أعدي عليها أعزيها. أوكي. هابي فالنتاين. بيع عبيطة تبيع حريتها عشان راجل يطول إيده عليها، وفي الآخر يبليها بعشر ريال وتتلاقي هي فيهم، وهو يروح يشوف نفسه. ما هو راجل 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 راجل. مبروك يا طنط. الله يبارك فيكي. ربنا يجعل اخر الاحزان ان شاء الله. مش قادره ابص. كنت عارفه انك مش ممكن تتخلي عني في يوم زي ده. صح صح. هو الواحد ليه ايه عند صاحبه؟ وبعدين مش لازم اقف معاكي في محنتك يا خايبه. ما اقدرش يقعد دقيقه واحده من غيرك. حاسبك تتسلي في الفرح بقى. ها هو انت يا طنط مش اتجوزتي قبل كده؟ طبعا اتجوزت. ما خلفتها ازاي؟ طيب وما نصحتهاش ليه؟ هتعملي ايه يا سوسو؟ برضه هترمي الورد اللي انا جبتهولك؟ ايوه، ما كل العروسات بتعمل كده يوم فرحهم، دي عاده فرعونيه. ايوه بس انا طالع عيني لما جبته. طب ايه لما يبقى يقع على راس اي حد؟ ابقى اجري وراه وهاته. انتي بقى حلال فيك الجواز. يا ريت يا ريت يا حبيبتي. يا نهار اسود. انا بعتهولك اهو دلوقتي. ها حلو؟ اوكي. لا 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 دي دبانه دبانه جنبي. طيب بصي عليه وكده. بصي عليك وكلميني. يلا باي. بحبك. ميتو يا بيبي. ميرسي يا حبيبي. يلا هناكل ايه بقى؟ لان احنا بقالنا قد ايه مع بعض؟ خمس دقايق. لا مش قصدي، من ساعة ما حبينا بعض يعني. انا هاخد بيكاتا. ناني. خلاص بقى ما تقفش، يعني قول ايه خمس ست عشر سنين كده. طب وبعدين؟ وبعدين بقى انا هاخد الحلو، عندهم هنا مش شوكولاي يجنن. انا مسافر. تيجي بالسلامه يا بيبي. لا انا مش مسافر مشوار وراجع، انا مسافر اشتغل في دبي. واو، انا كمان مسافره بكره، عندي مؤتمر في باريس. وانت بقى تقضي حياتك كده كلها سفر؟ تفضلي عايشه لوحدك؟ لا، معايا الموبايل بتاعي والايباد وكلبتي. مش ناويه تتجوزي بقى؟ عندك عرس. والله هو انا ليه كل ما اجيب لك سيره الجواز كده بتعملي فيها عبيطه؟ آه قلبي مش عارفة ليه قلبي اتقبض كده فجأة. هو أنت كنت بتقول حاجة؟ كنت بقول يا ستي إن أنا عاوز أتجوزك، ولو وافقتي هأجل سفر أسبوع نتجوز وبعد كده نسافر مع بعض على دبي. وبعدين بقى في سدة النفس دي، جواز إيه؟ وأسيب شغلي وبيتي؟ ويا ترى الجواز ده بقى كومبو والخلفة في الباكج؟ ها؟ وجسمي يبوظ وأقف في المطبخ وشعري؟ ما فكرتش في شعري؟ لا والله أنا آسف، ما فكرتش في شعر حضرتك. يعني أنت بترفضي؟ لا برفض، دي كلمة صغيرة جدا من أربع حروف، لكن أرفض خالص مالس نيفر إيفر نو بيبي. بيكول بيكول إيه؟ أنا عادي خمس سنين. فاين هستناك. وبعدين هما الخمس سنين إيه؟ ما إحنا بقالنا مع بعض عشر سنين، حسيت بيهم؟ لا ما حسيتش. شفت؟ ما حسيتش. على فكرة أنت ما طلبتش حاجة. لا طلبت، بس واضح اللي طلبته مش موجود في المنيو. مش في المنيو؟ وطلب لحمة راس ولا ايه؟ أكدت إحصائية عن الجريمة أن هناك رجل يقتل كل ثلاث دقائق. ده رجل غلبان قوي، كل ثلاث دقائق يقتلوه. يا صبروا طولة بال والله. اداله دلوقتي اداله. يلا اهربوا على بيتك 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 بيتك. مش قلت لك مليون مرة يا معفن ما تقعدش مع الرجالة قدام البيت؟ يعني أنا لقيت ستات أقعد معاهم وما قعدتش. ودي منظر كائنات تقعد مع ستات؟ ست غيورة من نفسنا. أيوة. أمال لو شافت الستات اللي صحيني
الساعة 7 الصبح عشان عندي طيارة. اوكي. في طيارة. سلام عليكم عمار يا مصر. عمار سلام عليكم. دي الطيارة اللي راح تصير. محدود يا اخي ولا فاضي؟ اقعد يا كوثر. مش قلت لك يا ابو سامية اقطع فريست كلاس وافرد ظهرك ورجلك ولا تقطعش بيزنس واللي قدامك يقعد على حجرك. انا اكره القليل حتى في العيق. يا اختي مش دي الطياره اللي راح اصين؟ ايوه يا فندم. والترانزيت هيبقى في مطار شارل دي جول. الا قوليلي كرسي المعلم ابو ساميه صح كده يا شابه؟ ممكن اشوف البوردنج بتاع حضرتك ايه؟ بوردنج ايه يا اختي؟ هو احنا لسه كلنا عشان نحلي. وانا اختي وحياه ابوك عايز عيش بغموز وكوبايه شاي. ارجوكي انا فرضك انا مش هقدر اقعد جنب دول خمس ساعات. انا ممكن يجرالي حاجه.